تكنولوجيا محاكاة الإيماءات البشرية، كيف ستتغير حياة البشر بعدها؟ السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. قبل فيلم الخيال العلمي لعام 2002، تقرير الأقلية دعا المخرج ستيفن سبيلبرغ 15 خبيراً إلى أحد الفنادق في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، لحضور مركز إبحاث مدته 3 أيام حول التقنيات التي ستستخدم بحلول عام 2054 والتي استخدمها في إعداد الفيلم. ضمت المجموعة عالمي الحاسوب نيل جورشفيلد وغارون لانر، وقال المخرج إنه يريد أن تكون الواجهة بين الإنسان والحاسوب مثل إدارة الأوركسترا. من هنا بدأ العلماء في التفكير في هذا النمط من التكنولوجيا وهي المحاكاة. أبقى مصمم الإنتاج للفيلم أليكس ماكدويل ما كان يسمى دليل 2054، وهو دليل من 80 صفحة يحتوي على جميع جوانب العالم في المستقبل. وقال جون أندرو كوفلر مستشار العلوم والتكنولوجيا للفيلم، لقد عملنا بجد لجعل واجهة الإيماء في الفيلم حقيقية. لقد اقتربنا حقا من المشروع كما لو كان شيئا للبحث والتطوير. اليوم التعرف على الإيماءات هو شيء حقيقي وموجود. لقد أنشأت شركات مثل إنتل ومايكروسوفت بالفعل حالات استخدام لهذه التكنولوجيا الجديدة. أنتجت في هذا المجال MFA من قبل مؤسسات رعاية صحية للتخفيف من المخاطر الأمنية وتحسين كفاءة الطبيب. اقترحت إنتل دمج التعرف على الوجه مع التعرف على الجهاز لمصادقة المستخدمين. لدى مايكروسوفت أيضاً مشروع لاستكشاف التعرف على الإيماءات القائمة على الكاميرا داخل الإعدادات الجراحية. هذا من شأنه أن يسمح للجراح بعرض ومعالجة الأشعة السينية للمريض أو تقارير المختبر دون الحاجة إلى العملية الجراحية. مع التعرف على الإيماءات، كان شركة مايكروسوفت هي الأولى من نوعها من خلال إصدار جهاز كينكت لأجهزة إكس بوكس 360، والذي تم إصداره في نوفمبر 2010، وقد استحوذت على حركات الجسم واليد في الوضع الحقيقي، وحررت اللاعبين من لوحات المفاتيح وعصا التحكم. دعم الجهاز أيضاً لاعبين متعددين داخل غرفة صغيرة. اليوم كينكت جزء من خدمة مايكروسوفت السحابية لا غنى عنها. يستخدم أليبتك لابس إشارات الموجات فوق الصوتية التي يتم إرسالها عبر الهواء من مكبرات الصوت المدمجة بالفعل في الجهاز الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، ثم ترتد الإشارات لتسجل وجود شيء أو كائن أو رأى الشخص ما، ويتم تسجيلها بواسطة الميكروفونات الموجودة بالفعل في الجهاز. تشبه هذه العملية كيفية استخدام الخفافيش لتحديد الموقع الإلكتروني للتنقل. تقوم الشركة السويدية توبي ريكس بإنشاء جهاز تتبع للأشعة تحت الحمراء يستند إلى الضوء، يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام عيونهم للتوجيه والتفاعل مع الكمبيوتر. تقوم الشركة الأمريكية ليب موشن الأمريكية بصنع جهاز استشعار يكتشف حركات اليد والأصابع كمدخلات. إلى جانب استخدامه للسيطرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنه يتيح أيضاً تتبع اليد في الواقع الافتراضي. كما توفر شركات مثل يوسنس وجيستيكا مجموعات تطوير البرمجيات SDK لمطوري تطبيقات لدمج التعرف على الإيماءات في تطبيقاتهم. تقوم يوسنس القائمة ببناء أجهزة وبرامج تسمح للمستخدم بالتفاعل مع واجهات رقمية مثل التلفزيون الذكي من خلال استشعار حركات الأصابع وإيماءات اليد. تستخدم شركة ليمكس الإيطالية الناشئة التعرف على الإيماءات لتسجيل حركات يد لغة الإشارة للصم، ثم يتم ترجمتها إلى كلمات تشغل بواسطة أداة توليف صوت على الهاتف الذكي. بدأت جاسيغان باستخدام بيانات العمق ثلاثي الأبعاد في الواقع المعزز للشركات في قطاع السيارات مثل أودي وفولكس واغن ابتداء من عام 2016، وتعمل الشركة أيضاً على نظارات الواقع الافتراضي وكذلك الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية الذكية. وأخيراً منذ عام 2016 حصلت سيارة BMW الفئة 7 على تقنية الإيماءات
التي تتيح للسائقين رفع مستوى الصوت أو خفضه وقبول أو رفض مكالمة هاتفية وتغيير زاوية العرض المتعددة الوسائط. هناك أيضاً إيماءة قابلة للتخصيص بإصبعين يمكنك برمجتها إلى ما تريد، من انتقل إلى المنزل إلى هيا بنا نحصل على البيتزا. وبهذا ومع مرور الوقت سوف تبدأ هذه النوعية من التكنولوجيا في الانتشار والتطور إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير.